هل تساءلتم يوماً عن سر قوة عسل مانوكا؟ إنه العسل المتفرد الغني بالميثيل جلايكوسال الـMGO. فقد كشف البروفيسور توماس هانلي الطريقة المثالية لقياس الـMGO في عسل مانوكا سنة 2008. والمذهل أن نسبة هذا المركب في عسل مانوكا قد تتفوق على نسبته في العسل العادي بمئة ضعف. وقد اعتبرت هذه الخاصية من الميزات التنافسية الاستراتيجية والتي جعلت السلطات النيوزيلندية وبالتعاون مع مراكز البحث تقوم بتطوير طرق مبتكرة لتصنيف عسل مانوكا حسب تركيز الـMGO بداخله. ونتيجة لهذا التصنيف أصبح تصدير عسل مانوكا مشروعا قوميا نيوزيلنديا. وشهدت مبيعات عسل مانوكا النيوزيلندي نموا متسارعا حيث بلغت 424 مليون دولار نيوزيلندي في عام 2020. ولكن السؤال الملح يبقى، هل تركيز الـMGO المرتفع في العسل يعتبر آمنا؟ هل هناك احتمال أن يسبب مشاكل صحية؟ لا تفوتوا حلقاتنا القادمة لاكتشاف المزيد عن هذا الموضوع المثير.